الناس ويا الآخرين تأخذه وتعطي وياه.
تحجيلها الكلمة التي قالها الإمام الصادق سلام الله عليه، قسم الهدية إلى ثلاثة أقسام. هدية يسمونها هدية مكافأة، هدية مكافأة، وهو أن الإنسان يسعى لإعطاء هدية وينتظر المقابل. يعني أنا لما أعطيك هدية لا تكون تصور أنه بلاش، لا، أنتظر منك شيء، أنتظر منك شيء آخر. وهذه قد تجدها في كثير، حتى في يعني في خصوصا في سلك العمل والوظائف عند البعض. يتقرب إلى المدير، يتقرب إلى الرئيس، آكل يوم يشتري له كم كيلو سمك، أخذته وداه الرئيس قال هدية من عندي لك إلى المسؤول. حتى ذاك بعد يكون بعد يتغاضى عن بعض الأمور، أو ينتظر منا مقابل شيء، أو روح يسعى لخدمة أحد المؤمنين، لكن في انتظاره أن يحصل، لو يعرف أن ما بيحصل أصلا ما يمد إيده للمعونة والمساعدة. وهذا مرفوع، بل هذه صنفها الإمام عليه السلام أنها نوع من أنواع السحت، لما قال الإمام الله قرأ قوله تعالى أكالون للسحت. يسألون ما معنى أكالون للسحت؟ قال هو أن يهدي الرجل أخاه هدية، أو عفوا يتشفع أو يصنع له معروفا ثم يقبل هديته. المقصود قبول هدية يعني كأنما ينتظرها. مرة أنا أسوي لواحد معروف وما في بالي هدية، لكن الرجال ما قصر وجاب لي هدية، ما في شيء، جاب لي هدية رقم الوالد أعطانيها ما في شيء. لكن أني مثلا أسوي له المعروف وتالي أروح وأقعد في مجلس والله فلان سوينا له وفعلنا له حتى ما جاب لنا شيء، حتى ما أعطانا شيء، حتى ما قال رحم الله والديك، هذا لا تسوي النصر. يعني كأنك أنت سويت هذا العمل ليس لله، وإنما تنتظر، وهذا غير مقبول. هذه هدية يسمونها هدية المكافأة اللي ينتظرها. ورد في الحديث من شفع لأخيه شفاعة أو في شيء ثم قبل هديته كان ذلك سحتا. يعني يروح مثلا يتوسط له مثلا في مكان معين، في عمل معين، في قضاء حاجة، ثم بعد ذلك طالبه بهدية، يقول ما هو بثمن، ما هو بأنا قيمة، لا نحن طالبنا نفذ هدية شيء، ما سوينا شيء. هذه هدية المكافأة. وعندنا هدية مصانعة، وهي الهدية اللي يقدمها الإنسان لدفع ضرر عن نفسه خوفا المسؤول من واحد قوي مثلا. ذاك الوقت يعني حتى في بعض البلدان يسمونها الأتاوة اللي يأخذونها، في بعض المناطق ممكن ما موجودة عندنا، في بعض الأرياف، في بعض الدول، ناس مثلا أبطال وأقوياء وفتوه على قولتهم، هذا يمشي في الحي في الحارة ويعطون الناس، يعطون الناس خوفا من أنه يضرهم يأذيهم كذا، فيدفعون إليه أتاوة. هذه مو هدية، هذه مصانعة يسمونها. والنبي صلى الله عليه وآله بلغه عن رجل كان ولاه على الصدقات، هذا مال اللي هو العاملين على الصدقات اللي يشتغل يروح برا كذا ويجيب الصدقات الزكوات الحقوق، فهذا يروح إلى سلطة الناس بعضهم ربما خوفا منه وخوف هذا حتى يراعيه، هم يعطونه من عندهم بعض الأشياء كذا. ايه احنا نسميها مخ ولا احنا نسميها رشوه. اجمع اليه، استخبر النبي صلى الله عليه واله عند خير فلوس، قال له تعال من وين لك؟ انت موظف عندنا تروح للصدقات تجيبها. يحكي صار عندك الحين زراعه وصار عندك اغنام وابقار، من وين لك؟ قال لا يا رسول الله لا يحب على بعيد، هذه دائما عند الناس يعطوني. الناس رد الهديه، فقال النبي كلمته، قال هلا جلس في بيت أمه فيرى هل يعطيه أحد. هذا تعبير النبي، يقول اعطوه، كان خايفين منك تروح إليه وانت لك صلاحية وسلطة، اقعد تشوف أحد مو عليك يعطيك شيء. معناته الهدية اللي يعطونك إياها مو هدية، وإنما هي مصانعة خوفا من سطوتك، هذه مو مقبولة. هذه طبعا الذي يوزر عليها
فلان يجي واحد ما يوفر له حصه تقرب وياه حتى يمشون. وايش قال هديه؟ هذا مو هديه، هذه حتى انا ادفع الضرر عن نفسي. وعند الهديه الاخيره وهي المطلوبه وهي هديه لله عز وجل، وهو ان الانسان انما يهدي لاخيه محبه فيه، او مثلا لرفع مثلا ما في نفسه، قد يكون هل فرض على في نفسه عليه شيء مثلا، راح اودي له هديه حتى ارضيه حتى كذا، حتى يصير تقارب فيما بينه. وهذا يصير بين الانسان وصديقه، بين الانسان وجاره، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وابنائه، بين الاب وابيه، وهكذا يصير الموجود. وهذه تقرب النفوس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين.